حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف الفيليبس اير فراير، يعني جهاز يستخدم الهواء علشان يطبخ الاكل. الفيليبس اير فراير نزل قبل عدة سنوات، في وايد ناس قاموا يستخدمونه الحين، لكن حق الناس اللي الحين ما جربوا الاير فراير راح اقول لكم ان هنا طفيتكم شغله تسوي الاكل بطريقه جدا سهله جدا سريعه باقل دهن. راح نسوي فيه فرنش فرايز، راح نسوي فيه تشيكن ناجت، راح نسوي فيه ايجو، وراح نسوي فيه بيض مفيوح. بيض مفيوح يحتاج ماي لكن يصير في الفيليبس اير فراير. خلينا نشوف معاكم نجرب. الجهاز مثل ما تشوفونه عارفين شكله، فيه هني مثل المكان اللي تحطون فيه الاكل، هي عباره عن سله فيها شبك، تختار درجه الحراره وكم دقيقه تحط الاكل في الجهاز هذا. جهاز جدا بسيط ما يبي له تفكير. هذا الريسيبي بوك طبعا اشوف انه ما له داعي. عندي كيرلي فرايز، تشيكن ناجتس، ايجوز، راح اجرب اسوي ايجوز، وايضا عندي هني بيضتين. اي اخذ بطاطا واحطه داخل، احطه على درجه حراره 200، شنو النتيجه اللي يعطيني اياها خلال 10 دقائق. اي اشيله. اي شوكولات. تشيكن ناجتس اعتقد هذي راح احطهم ربع ساعة، راح يصير تشيكن ناجت على ما ياكل انا البطاط اللي شكله نار. اوكي ما بقى شيء على الدياي. التشيكن ناجت خلصت البطاط وهو قاعد يطبخ، راح اشوف. تعرفون البانكيك ايجو؟ اجرب واحدة هني. بيض مفيوح لازم تحطه في ماي حار وخليه تطبخ مثلا 5 إلى 10 دقائق، لكن بوريكم طريقة انه من دون ماي من دون اي شيء تقدر تحط بيض وتسوي بيض مفيوح بالاير فراير. الجهاز احس تقدر تستعمله حق وايد شغلات. انا اللي الحين عندي اياه الحين كان تشيكن ناجتس فرايز، لكن اشوف ناس بالانترنت يسوون فيه ستيك، يسوون فيه قطع دياي صدر خضره مثل البروكلي وهالسوالف هذه، اجي تاكله يكون نفس طعم تقريبا المقلي لكن من دون الزيت. طريقه وايد حلوه شفتوها هني على الزبده، طبخت من دون زبده. Look at that. طالع البيضة شلون صارت. جهاز تقدر تحطه بالدوام، بالمطبخ عندك في البيت او اي مكان تقدر تستخدمه. اشوف يسوي لك عملية القلي جدا جدا طريقة سهلة. اللي فهمت انه تقدر تسوي فيه سمبوسة برمضان والكبة والاشياء هذه المقليات. الجهاز هذا موجود في معرض اكسايت الغانم، وموجود ايضا في الويب سايت راح تشوفونه هناك، تقدرون تشترونه وتطلبونه من موقع الغانم. اذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك، اذا ما عجبتكم سووا ديسلايك، إذا حابين تسوون سبسكرايب على اليوتيوب وايد مهم. وحياكم بالزبدة.